سكيك ده وين راح هو خواص؟ مش انت عينتي مش انت حاسي الغله مش عينتي مش انت. وش حرها الوقت؟ وش حرها الوقت؟ وش عله وش عندي؟ صح. ايه ايه يا جماعه الخير، احنا كي نهضروا على حاجه مشي باش نهضروا بركه، انا هضروا هي قضيه. هذا المسبح تبنى بالملايير، تبنى للشباب تاع المنطقه، والدراهم هذو جاو منا من عد من السلطه المركزيه، الحكومه كي دير الغلاف المالي للرياضه وتعطي وتعطي الميزانيه تخصص بناء المنشات هذو بالدراهم. يرحم في والديكم هذا المسبح هذا اللي راه تبنى في عزابه بالملايير، وتفتح دشنو الوزير ومن بعد من اللي راح خلاص قعدها هكذا يديكرادا لا حياه لمن تنادي. شكون اللي يتحمل المسؤوليه؟ وراكم يا مديريه الشباب الرياضه صاحب المشروع، وراكم يقعد هكذا نفس الشيء. نسكي كذا نروحوا لحاسي الغله، تحيه لخاوتنا في حاسي الغله. حاسي الغله نذكروا باللي تابعه الولايه حبس خواص، تابعه الولايه عين تيموشن. باش تفهموا مليح، حاسي الغله يجي واحد المستثمر اجنبي، يجي مستثمر اجنبي قال لهم ندير مشروع ايه، والمستثمر هذا اردني من الاخر من الاخر باش نهضروا كل حاجه بلاصتها. هذا المستثمر الاردني عطات له السلطات تاع الولايه باه يدير مشروع تاع الريسيكلاج تاع النفايات، وبنى لهم قصور بالاحلام والخرطي. قال لهم في 6 شهور نبني لكم مشروع نولي لقط النفايات ونكسبورتيها للخارج. عطاو له قطعه تاع ارض فيها 6 قطارات، وهذيك القطعه تاع الارض 6 قطارات وزاد رفد فيها شكاره تاع دراهم، ياه رفد شكاره تاع دراهم وحفر واحد شويه تاع حفاري هوبا وراح. لم ولا والسر انه خلى البلاصه محفوره هكذا، وكاين عساس عنده دروك 3 سنين. العساس هذا كل ما يلحق الشهر يجي ليه واحد جزائري يخلصه ويروح. نروحوا نشوفوا المشروع تاع 6 قطارات تاع حاسي الغله تاع النفايات. اطلق خواص وخبز الدار ياكلوا البراني، ياكلوا البراني، ياكلوا البراني، خبز الدار ياكلوا البراني، الرومي والطلياني، الصيني والياباني، يا ويلي يا ويلي، خبز الدار ياكلوا البراني، يا ويلي يا ويلي، واش راح صاري في بلادي، خبز الدار ياكلوا البراني، الصيني والياباني، التركي والألماني، خبز الدار ياكلوا البراني، الصيني والياباني، التركي والطلياني. يا ويلي يا ويلي، خبز الدار ياكلوا البراني، يا ويلي يا ويلي، واش راح صاري في بلادي. هذه هي يا جماعة الخير، هذه هي هذه هي. جاء ادى مرسو تاع التراب، ادى الشكارة وطمعنا وراح. لم ولا خلانا غير نحفر، ودى الصواردة وحفر لنا الأرض وراح. ولكن خلى حساس كل شهر يجي ليه واحد جزائري يخلصه ويروح. وهذا المشروع وين اللي مدوه؟ مدته السلطات المحليه تاعت موشنت على راسها مديريه البيئه، جماعه البيئه هم هم حتى في البيئه. الزبل وما طلقتوش، النفايات وكليتو فيها يا عباد الله. مديريه البيئه تاع السلطات المحليه تاع عينتي موشنت رقم هابطين. زيد وحده زيد وحده.